تكون بخير. معاكم مس ولاء من فيوتشر باينيرز، والنهارده تاني فيديو لينا في كي جي 2. تعالوا نشوف معانا حرف ايه النهارده، نتعرف على حرف جديد. هو حرف ميم. حرف ميم صوته م، صوته م. تعالوا نفتكر اصحاب حرف الميم: م مفتاح، م موز، م مثلث، م ميقص، م مكتب. بعد ما تعرفنا على أصحاب حرف الميم، تعالوا نشوف أشكاله. حرف الميم عنده ثلاث أشكال. شكل في أول الكلمة، ده شكله نص دائرة مد إيديها على السطر، زي الكلمة دي. الكلمة دي اسمها مهرج. مهرج، شايفين حرف الميم جاي في أول الكلمة ومادد إيده. تاني شكل ليه في وسط الكلمة، وبيكون مادد إيديه الاتنين زي الكلمة دي، اسمها شمعة. شايفين حرف الميم شمعة. وآخر الكلمة مش هيمد إيده التانية لأنه آخر حرف في الكلمة، زي الكلمة دي. الكلمة دي اسمها سلم. سلم. تعالوا الأصوات القصيرة، فاكرينها من المرة اللي فاتت: الفتحة والضمة والكسرة والسكون. ميم فتحة ما، ميم فتحة ما، ميم ضمة مو، ميم ضمة مو، ميم كسرة مي، ميم كسرة مي، ميم سكون م، ميم سكون م. تعالوا نكتب كلمات على حرف الميم ونتعلم نقراها ونكتبها. أول صوت معانا هو صوت ما، ميم فتحة ما، ما موز، ما موز. معانا مين هيساعدنا؟ صندوق الحروف م، م ميم فتحة ومد إيديها لأنها جاية في أول الكلمة. مو و و و واو. مو موز، ز زاي موز. ما موز. معانا بعد كده مو، ميم ضمة مو. مثلث، مثلث مو، مو. برافو، ميم في أول الكلمة وما ننساش الضمة. مث ث ف، برافو. مثلام، هد ايديها على السطر. مثلث ث ث تاني. مثلث مو، مثلث. مي، ميم كسرة مي، ميقص، ميقص. يلا نكتب ميقص. مي، ميم كسرة مي، ق، ق، قاف في وسط الكلمة. ميقص، ص، 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 صاد. مي، ميقص، مي، ميقص. آخر حاجة معانا ميم سكون، زي ما احنا فاكرين السكون مش بتيجي في أول الكلمة، عشان كده معانا كلمة بتبتدي بحرف نون. نملة، نملة، نملة. يلا نكتبها: ن ن ن نون نم م، ميم سكون. نم ل لام. نم ل ه، تاء مربوطة بس بنوقفها على عصاية عشان الحرف اللي قبلها مادد ايده. نم ل. فاكرين لعبة التحليل؟ هندخل كل حرف في بيته بس بالترتيب. يلا نحاول نقرأ: مي، ق، مقص. ها، أول بيت هنحط فيه حرف الإيه؟ ميم، ما ننساش الكسرة، ما ننساش نرجعه زي ما كان. بعديها حرف قاف، مي، ق. آخر حرف صاد. تعالوا نحاول نقرأ: م، مو، موز،
موز. يلا اول مربع هيكون فيه مين؟ ميم. بعديه تاني حرف، واو، واخر حرف زاي. النهارده كده اخدنا حرف الميم، الحركات بتاعته ما مو مي ما. شوفكم فيديو جديد، إلى اللقاء.